أسعد الله صباحكم، أسعد الله صباح الوطن الطيب الجميل. اليوم الثالث على التوالي مع مجموعة من طلابنا بالجامعة الأمريكية في مادبا وزملائنا المهندسين أينما تواجدوا، وكل من يرغب بأن يستفيد من بعض الملاحظات أو الهواية أو علم وفن الرسم الحر وما يسمى في فيجوال، أهم عنصر في الفيجوال كوميونيكيشن اللي هو الرسم الحر، أو كيف تستعمل اليد وألوان المائية. وأعتقد في الحلقات القادمة بدنا نستعمل الخشب، رايحين نشوف ألوان الخشب كيف نستعملها، الألوان المائية كيف نستعملها مع بعض، كيف تمزج اللونين مع بعض. أرجو أن يكون الصوت واضح اليوم، وإذا مش واضح رجاء أي حدا يعقب أو يقول مش واضح. اليوم بدي أحكي عن الحلقة الرابعة، اليوم بدي أحكي عن أهمية دفتر الرسومات للمعماري أو للرسام أو لكل تخصص في التخطيط، في هندسة المواقع، في أي مواد التصميم الداخلي، في الجرافيك ديزاين، في الفيجوال كوميونيكيشن، أركيتكتشر، لاندسكيب أركيتكتشر. Why you should have a sketchbook. This is my 1983 sketchbook. When I start teaching at Louisiana State University after 1 year of my master's, in the middle of the master's degree, في وسطها بدأت أحمل هذا الدفتر. وزي ما بتلاحظوا حطيت الكالندر، الكلاس سكيدجولز تبعي اللي بدي أدرسهم أو أدرس فيهم، وبدأت أسجل ملاحظاتي وبدأت أرسم من دفتر أو من كتاب رسومات لجيمس تيرنر اسمه Drawing with Confidence، وبدأت أتنقل كل يوم أمضي ساعة أو ساعتين في كتابة مذكراتي، إمتى بنقوم الصبح، شو بنقوم الصبح، شو بنسوي. ودرجت على عادة أنه كل يوم أقعد نصف ساعة أو ساعة وقت فترة البريك الغداء من 12 الوحدة أرسم مباني الجامعة، وتمكنت في خلال 3 شهور أني أرسم كل الرسمات اللي موجودة أو المباني بالجامعة، وبدأت أرسم حتى الطلاب حتى في المحاضرات، خرابيش بعد مرات بتلاقيها وغير مقنعة، لكن حتى زوايا المنزل وأنا قاعد في المنزل صرت أرسم زاوية في منزلي، أو أرسم الويزيانا ستيت يونيفرسيتي الكوادرانجل اللي هو الساحة الرئيسية اللي بلتف حواليها جميع مباني الجامعة. أيضا بدأت أكتب بالخط العربي بسم الله الرحمن الرحيم، وأصبحت العادة أصبح نهم. لما أنت تبلش تشتغل بعملك بتبلش تشوف كل يوم شيء جديد، كل يوم زاوية. ولاحظوا ما رسمت برصاص، كل الرسومات كانت تقريبا بالفلت بن، وبعدين بدأت تتطور حتى بدأنا نرى تفصيلات أكثر دقة. هذا في فترة لا تتجاوز هذا 1983، بعد المرات من صور بأخذ صور وبرسم منها من منطقتي، من الأردن، من منطقة البحر الأبيض المتوسط. كنت أنزل تقريبا على نيو أورليانز أشوف الحدائق حسب مهنتي، أشوف العمارة اللي موجودة هناك. فبدأت أرسم، ساعدتني جدا في العمل المعماري أن أرى كل يوم تفصيلة جديدة، حتى أنواع النباتات، حتى رسومات النباتات، أشكال الأشجار أضعها في ذلك. تلفونات اللي موجودة عندك، أهم شيء في دفتر المذكرات أو الرسم هو دفتر تضع فيه كل تلفونات الأقسام اللي بتتعامل فيها أو الزملاء اللي بدك تتصل فيهم. وبدأت أطور أكثر وأكثر، حتى إذا بتلاحظوا هذه الرسومات موجودة في الصفحة رقم 10 أو 15 في كتاب Travel Sketches اللي أصدرته في عام 2000. زي ما أنتم شايفين إذا بروح على محاضرة لجون مطلق، في أثناء المحاضرة كان التشالنج إنك ترسم شو بيحكي الأستاذ أثناء المحاضرة حتى تعرف التكوين المعماري، أو تعمل البابل دايجرامز اللي بيحكي هو عنه، أو أي تفاصيل ممكن يحكيها الأستاذ. أو لما بعد مرات كنت أرسم على ورقة تانية أقصها وأرجع أحطها، كيف ترسم الفوكس فاجن، كيف تعمل البروبورشنز أو المقاسات. تدأت
العملية، ولما تزهق بتصير تعمل شو بيسموه دودلينج. دودلينج يعني خربشة صغيرة، هناك صعوبة كيف تمسك القلم، كيف تتعامل مع الرسم اللي هي بتكون بهذه الطريقة. كلما زاولت المهنة وبدأت أنتقل من فترة إلى فترة إلى كتب أخرى، إلى صار لاحظوا بلش الخط حتى يختلف أو وزن الخطوط تختلف، وصرت أسرع أكثر في رسوماتي. حتى في إحدى الـ ASLA American Society of Landscape Architecture كان في أريزونا في 84 كمان بتكتب ملاحظاتك وبتدونها، بتنتقل بعدين إلى شيء أجمل، إلى شيء أكثر ترتيب. بعد مرات كنت أحط أيضا أي إمتى شراءه وفي أي مكان وأي عام، وبدأت أنثق من كتر 10 و15 سنة بدأت. هذا في 2007 هذا الكتاب، لكن مثلا كنت أكتب خواطر. الخدمة الأهم في حياتي هي التدريس شبه يومي، لأني وجدت أن العطاء بلا حدود في مجال المعرفة انعكس على جزء جميل من مهنتي، وأرى نتيجة ذلك الذكرى الحسنة، الذكرى العطرة، ذكرى الطيب والمحبة، أجمل ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان وهو غائب عن اللحظة التي يذكر بها، ومن ذلك ما يتبعه. سبحان ربي الأعلى، منحنا القدرة لنعرف من نحن، ما هويتنا، ما لوننا. كم هو جميل أن يكون للإنسان لون وطعم ورائحة زكية، أن يفوح العطر من محيطك أو يأتي من محيط غيرك لك. حتى الأعمال المعمارية، حتى البوابات، بدأت أرصد الأعمال المعمارية خطوة بخطوة. تمر سنوات سنوات، هذه خواطر. الجميل فيما نكتب هذا من 2007، الوعي السياسي، مسؤولية الدولة، مسؤولية النظام، مسؤولية التعليم، مسؤولية القادة. أعتقد أن جميع الحكومات التي تعاقبت على الأردن كانت تحاول أو أن تنشئ حزب سياسي. أتكلم وأزيد في ما لم أنخرط في أي حزب سياسي، وذلك لأنني كنت أركز على مهنتي وعملي. بدأت أيضا أدخل أعمل على إظهار اللون، زي ما في كاتانيا في إيطاليا، في أثناء تدريسي في جامعة كاتانيا في جنوب إيطاليا في صقلية. بدأت أيضا تحط رسومات، بعد مرات بقص ورقة وبحطها، وفي خلال ربع ساعة 10 دقائق بحاول أنقلها. علمتني هذه المهنة إنه كيف العمل المعماري، كيف أصمم التفصيلات، المداخل، الأحواش، أي مشروع بدي أقوم فيه، أي حديقة بدي أصممها خلال 10 دقائق. هذه في 2007 كريستال سيتي، أول محاولات لرسم الحدائق أو المحيطة في هذا. أيضا التكوين المعماري، كيف تعمل تكوين معماري متكامل متجانس. الواجهات المعمارية، حدائق 2007 اللي هي في حدائق العقبة، من 2007 في منافسة مسابقة بدأنا نعمل فيها، وترى كيف دودلينج يعني الخرابيش أو العمل المعماري لواجهات. لاحظوا هذه واجهة لنفس المباني، نفس الواجهة، شو ستايل هذا، شو العمل المعماري ستايل الثاني، شو ستايل الثالث، شو ستايل الرابع. دائما هذا فائدة السكتش بوك، هذا فائدة الرسم الحر. أنت بتعمل التكوين زي ما تلاقوا الواجهة مصمطة، في معظم الأحيان يغلب على الواجهة أنه تكون 80% 70% منها صوليد، والفتحات كيف تحط منمنمات صوليد فويد، الريسس، التداخل، كلما طلعت لفوق كلما صغر حجم الشبابيك أو الفتحات من الكبيرة إلى الصغيرة. طبعا الحديث يطول عن سكتش بوكس، لكن ما يثري العمل أيضا الرسم بالرصاص. هذا موفن بيك العقبة 2017، رسمي لإحدى زواياه بعد مرات arriving airport 8:30 checked in. كل المعلومات اللي بتكتبها بتفيدك، ما بتعرف إمتى
في دلس 2017 كيف بعد مرات بكون معي قلم رصاص انت بتقدر بجهد متمكن بجهد دائما بدك تركز بالرسم لكن ما تقلق اذا غلق زي ما بتشوفوا ما في مسح ابدا لاي منطقه او ملفي كلفت قبل حوالي سنتين كمان الكتاب الان ان شاء الله لظروف ما لحد الان الكتاب بالثامن ما طلع اللي هو عن ملفي في ايطاليا مدينه قديمه لكن رسمت رسومات لهم وحاولوا ينشرها لكن لحد الان لم ينشر دائما زي ما انت شافوا شوفوا خفة القلم دائما لازم يكون رصاص خفيف ما تغمق احنا كلياتنا بنحاول نغمق وبننسى حالنا واحنا بنرسم فلذلك بنفقد روح فورت ميوزيوم اوف نيتشر اند ساينس اي ثينك ماس بيرو او واحد ترشح مره للانتخابات الامريكيه هو اللي تبرع ببنائه نسيت اسم الاركيتكت بس انت حتى بالاعمال المعماريه كلما رسمت كلما ازداد مخزون ذاكرتك أديسون سيركل في دالاس الرسومات تترك لما بدك ترسم وجوه الوجوه دائما ترى فنها انه تعمل شيء بيضوي وتحاول تعمل عيون كلما رسمت كلما اطلعت على وجه مدور وجه مطاول البروفايل تبعه انت ترسم دائما بتمعن الكومبوزيشنز كيف بدك تعمل كومبوزيشن في انجولاريتي كيف بدك تعمل مسابح أو حدائق بول ديزاين كل اللي قاعدين بنحاول كل جهدنا نعمله شوبك كل ما ينتهي دفتر بتنتقل إلى دفتر ثاني بعد فترة أيضا بكون عندي أيضا دفاتر صغيرة بدي أورجيكم الدفاتر الصغيرة ماذا يمكن تعمل حتى على دفتر بعد 2006 هذا قبل هذا تجد منومات تجد تفصيلات لمعرشات تجد شركة تطوير العقبة 2006 هذا قبل حوالي يمكن 8 سنوات من أو 7 سنوات من ما أصير أعطى الفرصة أن أصبح رئيسا لسلطة العقبة اجتماع مع عماد فاخوري بلال بشير عمر روسان إخواننا غسان غانم وكان الحديث عن حدائق حديقة العقبة الرئيسية كل ما بتقدر تحاول جهدك أن تعمل كومبوزيشن تجد الآن أنه بعد مرات صرت أصمم بنسل كاب أو مكتة سجاير أو بتنتقل إلى تصميم ساعة أو نظارات فيجوال كوميونيكيشن هذه صور فيسز من 2006 بالقاهرة وأعتقد أني وقتها كنت عند المهندس يزن كان على مراحل الدراسة في جامعة القاهرة في قسم العمارة لكن ما راح أحكي أسماء بعض من هذول الأشخاص هذول أنا بعرفهم فرسمتهم وكلهم موجودين في كتابي Architects Landscape Architects Visual Thinker بجوز أقدر أحكي أنه هذه إحدى السكتشات اللي موجودة عندنا لكن كلها موجودة الآن في كتاب Visual Thinker هذه بعد مرات بكون معك هذا الكتاب الصغير لكن بتقدر تعبيه في ملاحظات جيدة كمان في جزء كبير ومهم لهذه الكتب الصغيرة لأنه بعد مرات بتثاقل الواحد يعمل كتاب كبير خليني أشوف شو عندي هون من الشوبس بطلع على الشوب برسم الشنتات برسم واجهات معينة لشوب سريع بشوفها أو وصار معي شغلة هلأ بحكي لكم إياها وهذه مهمة جدا من كثر ما الواحد بصير مخوش في الرسم أو في عادة حمل سكتش بوك كنت بنتظر بطائرة للذهاب إلى جامعة كتارا المحاضرة وكنت أرسم اللي بدهم يغادروا على الطائرة فأخذني الوقت لما بعد ما راحوا الناس اللي برسمهم رحت سألت على الديسك بسأل where's my plane she said you were watching your plane the plane left اللي كانوا موجودين كلهم على الطيارة فاضطريت أخذ الرحلة الثانية لما ترسم الناس كمان بتتعلم المقاسات لبروبورشن بنسميها إحنا لكن ممكن تصير تحط شغلات dancing with the stars في ناس بيسألوني what was the name of the book اسمه Architects Landscape Architects Visual Thinkers صدر قبل 6 سنين في روما
وهذا الكتاب طبعا هو باللغة الإنجليزية واسمه Architects Landscape Architects Visual Thinkers. وهذا رسمته اللي هو We are thinkers, إيدنا مع الإذن مع القلب كلياته مع العقل. فلا إحنا بنحط في هذا الكتاب ملاحظاتنا كيف أنا قدم إله Mediterranean Vernacular. بلشت أحكي عن العمارة التقليدية في حوض المتوسط, رصدتها كتبتها. طبعا هذا الكتاب documented في إله بيبليوغرافي كويسة, انعمل على مدة 3 سنوات. لكن زي ما أنتوا شايفين كيف إحنا الاند في كل شابتر في اند نوتس. A good landscape architect has the ability to combine the abstraction of nature with this insightful response to the conditions of the site, resulting in a good design. مسجد الملك عبد الله اللي هو في جامعة مؤتة تم تصميمه قبل حوالي 15 أكثر بال 95-96, ومع فريق معماري كان معنا. وبعدين أخذته جامعة العلوم والتكنولوجيا وعملت كوبي من جامعة من مسجد تبرع فيه المرحوم رياض المفلح, وبنت في مؤتة وبنت زيه في جامعة العلوم والتكنولوجيا. Essence, شو معنى essence? It's cutting through the information layers, the words, the extraneous to get what is in the center. The first impression is the source of attraction. The first light of an idea, essence, is the centella. الفكرة بتبلش من شعلة. Centella معناتها الشعلة في التصميم, والكل بيقول شو الكونسبت. في هذا الكتاب نرى بعض. كل اللي انتو شايفينه أجا من هذه الدفاتر الصغيرة أو من سكيتش بوكس. كل الرسومات والمنمنمات حتى التعامل مع الواجهات. End notes. I was teaching my son Yazan freehand sketching while visiting him at the University of Cairo by 2007. In our culture, we are taught only to believe what we see through our eyes. Vision has become the master sense, but it is only the heart that one sees correctly. That which is essential is invisible to the eyes. Guys, أيها الزملاء, أيها الزميلات, أيها الطلاب, الأحبة, أينما كنتم في حضارتنا, في مثل بقول الفلاح عقله بعينه ما نرى إذا سجلته. لاحظ المنمنمة اللي هون في الاند نوتس, التفصيل الصغير دائما enriches the space. هذا الكتاب بعدين بحكي عن البروسيس في الديزاين, كيف تبلش الديزاين تبعك, كيف مسابقة في ريجيو كالابريا في إيطاليا. I know how to keep it loose and flexible until I find the nicest design solution. Until it feels right. إمتى بصير التصميم كويس؟ لما تشعر إنه وصلت إلى حل مقبول نوعا ما. مش شرط يكون perfect, لأنه الكمال لله. هذا الكتاب نادي اليخوت الملكي اللي بالعقبة, مسابقة أكثر من يمكن 24-25 عام, لكن كان جهد طيب مع فريق طيب من شركة مهادين والجامعة الأردنية, وكان تزامنا أيضا مع شركة ركن السويس. لكن أنت لما تفوز في مسابقة, الحلو بالسكيتش بوك أنت you document everything. نجي لووتر الريفليكشن. هون أنا حطيت زياراتي المتعددة لمالطا, لأنه اللي قدم للكتاب واحد منهم اسمه ريتشارد إنجلاند, ومعروف ريتشارد إنجلاند أنه في وقت من الأوقات كان من في أواخر السبعينات من أفضل 20 معماري في العالم ومن أحسنهم في المتوسط. يتعامل مع الألوان بفن وبألق كبير ريتشارد إنجلاند. رسوماتي من مالطا, رسوماتي من إسبانيا. Designing at the human scale, هذه كل المنمنمات أو آسف الصور بتشوفوا هذه في شوارع careful window displays, character streets of Malta أو في مدريد. كيف المقاس الإنساني, لأنه إحنا معماريين, والمعماريين أو المصممين لكل إشي, مصممين السيارات, مصممين الفرنيتشر, التعامل مع الهيومن سكيل. أو بتطلع ما هي حوائط إسبانيا أو حوائط القاهرة أو القاهرة الجديدة أو قاهرة المعز لدين الله الفاطمي, فتحات الشبابيك, التعامل معها. كل ما أستغل وقتي أقعد في مكان أرسمه, أذكر الحوائط كيف شكلها القديم التراثية.
Really, the way to make human space is to start with a drawing. أي واحد منا بالعمل المعماري هلا بالكمبيوترات إحنا بنشتغل ونصيحة لكل واحد بيشتغل الكمبيوتر. جميل الكمبيوتر. هي أداة. هي تول. لا بتعلمك إشي كتير وبتساعدك تسرع. لكن يجب أن استعمال الإيد بالرسم يختلف. قوة تختلف. The heart and the soul are linked when you draw. قلبك وروحك بكونوا معك ومع قلمك لما ترسم. Draw first and then use the computer. مسابقة كانت لشاليهات الأمن العام قبل حوالي 15 سنة كلفنا بذلك. ولاحظوا المقطع والتدرج من المبنى الرئيسي إلى الشاطئ كيف بتمشي بسيريز of notes لكل من يجد، لكل من يعمل، لكل طبيب، محامي، مزارع، عامل، والدة، والد. The most beautiful thing a person can have is what he leaves behind him. أجمل شيء في الحياة لشخص إنه يشوف شو بترك بعدي. Something of benefit to humanity. شو بتترك للإنسانية؟ هذه blessing. الله بكون معطيك الرحمة فيها. فلذلك حاولوا جهدكم. الرسومات والمنمنمات. Crystal City. كلفنا فيها قبل حوالي كمان 15 سنة أو ما ينيف. لا نيف 15 سنة. تلاحظوا سكتشات الدودل. أول سكتش للميجر ليك اللي بدها تكون الأوتيل. Spine and how we evolved the concept within an island. فأنا حاولت إنه أحط an island within an island. كانت island فعملنا island تاني وعليها يطل هذا. تطور الأفكار. كريستال سيتي في الديد سي للأسف ما صارت كمبنى لكن مسابقة. وكيف التعامل بكرة بدنا نحكي عن الماجيك ماركرز. كيف بدنا نتعامل مع الماجيك ماركرز؟ دائما الماجيك ماركرز لما تعمل ماستر بلان لازم يكون عندك 3 colors or 4 colors. Blues only you have to deal with blues. والإجهزة تاع البناية بتكون حمراء أو غامقة. جرميدية اللون. الممرات بتكون على الشط فاتحة وجوا بتكون حمراء مع الخضار اللي بيغطي المنطقة. بنرجع بعدين للكومبوزيشن إن شاء الله بكرة بعد بكرة في سيشن بنعمله how to compose. كيف تتعامل triangle يدخل على square. كيف square يدخل على two rectangles. تعامل مع الريكتانجل. كيف تتعامل مع المثلث، مع الدائرة، مع الدائرة. كيف تخلط سباين لما يكون عندك مستطيل، وين الأكسس تبعه، وتتدرج بهذا الشكل في هذا الكتاب اللي هو Architects. كيف معالجي لنفس الواجهة by the way. Modern. Eclectic. وهون بذكرني في الخاطرة. أحد الزملاء كنت بصمم لمنطقة في العقبة. فسألني أحدهم قبل ما أصير رئيس سلطة قدمت إيجاز. فسألني أحدهم يا دكتور كامل شو ستايل المعماري اللي بدك تستعمله للعقبة. قلت له ستايل العقبة مدن ساحلية والعقبة تكوينها كيوبات مكعبات وهذا اللي استعملته. لكن في ترند الآن إلى استعمال نوع من الخلط ما بين القديم والحديث. فقال لي إذا ما عندك ستايل go with the fish. Go with the flow. Sorry. قل شو معنى go with the flow؟ يعني امشي مع سريان هالنهر. فأجبته قلت له ما في ستايل. شو بدك أعيد ستايل تاع شرم الشيخ ولا الغردقة؟ لا هذه ستايلات كلها عبابة عن ميميك أركيتكتشر في معظمها معمولة من إطارات زي هيك ماخدينها من العمارة الفاطمية وملبسين عليها قواش وقبب. الأصل أن تبدأ بأن تحكي وتحاور الحداثة وتربطها بالتاريخ زي ما سوى راسم بدران يطول بعمره معمارينا المعروف والمشهور والطيب الذكر وأيضا رسام مبدع. فزي ما بتشوفوا واحد اثنين حلول طيبة ثلاثة حلول حتى لما بدي أعمل قبب. القبب ما بتنثرها نثر لازم تكون في منطقة أو منطقتين محددات إلهم value. فلذلك قلت له only dead fish go with the flow. يعني بس السمك الميت هو اللي بيمشي معنا. السمك الحي دائما بيعرض النهر وبيحاول يطلع فأنت بدك تحاول تخرج فيها. مشروع كلفنا فيه مستشفى في السودان كان من ضمن فريقي معماري طيب اسمه منهل العبيدي اشتغل 6 سنوات معنا وأجاد في العمل معنا. لكن هذه سكتشاتي
كلها اللي موجودة كيف تتعامل مع الفتحات للمستشفى والأوبنينجز. طبعا احنا هذا الكتاب طويل الحديث عنه، لكن في مجموعة من المشاريع والكونسبت كيف نتعامل معها. برجع مرة تانية إلى دفاتر الرسومات، كل اللي شفتوه أمامكم هو من دفتر الرسومات، أو حتى وإحنا في بلاد برا كتانيا سقيليا في وأنا كل شيء في الحياة محبة، كل شيء في الحياة نعمة، كل شيء في الحياة صحة، كل شيء في الحياة إيمان، كل شيء في الحياة عطاء، كل شيء في الحياة فان. فيجب أن نكون ربي يا صاحب العطاء، يا صاحب الدعاء، يا صاحب الوفاء، يا صاحب السماء، يا صاحب الحياء، يا صاحب المساء، يا صاحب الشتاء، نسألك العفو في هذا اليوم في هذه المحنة. لذلك نرسم، نكتب، نوثق. أعتقد أننا عندما نعمل ذلك نقول قد ساهمنا ولو جزء بسيط. الطلاب اللي في الانتيريور ديزاين كيف تصمم التشيرز، كمان هذه في آخر صفحة في الفيجوال ثينكرز معمول how to design chairs، كيف تتعامل معها. ومعظم المعماريين المشهورين في العالم مثل زها حديد الله يرحمها، أو بيتر آيزمان، أو نورمان فوستر، كل هدول المعماريين من أيام فرانك رول رايت كانوا يصمموا من الأشتري المكتة اللي في البيت للبوابة تاع البيت للحدائق، ما كانوا يتركوا أي شيء يترك هيك هبهزرد. أعتقد أننا نفس الإشي المقاعد كمان بتمر فيك بعد مرات لما يصير عندك هاي الموهبة وتصير ترسم أكتر، بتصير ترسم بشغف وبتصير تتطلع على إيجاد شغلات جديدة تتعامل معها. خلني أشوف فاشن ديزاينرز اللي بيشتغلوا بالفاشن ديزاينرز، وانت بترحالك لما تشوف بتصير تضطر ترسم شغلات، كيف بيسووا الانتيريور ديزاين، كيف بيسووا البدلات، الفساتين. مرة أخيرة مهمة لكل طلابنا، كل معماريين، في مادة بنأخذها اسمها بيزك ديزاين في فيرست يير، درستها فوق 12 سنة والآن بدرسها بالجامعة الأمريكية. ماذا بيزك ديزاين؟ تتعامل مع elements and principles of design. شو هي elements؟ الإليمنتس أوف ديزاين كل اللي بيصمموا في العالم تعاملوا مع النقطة، مجموعة نقاط بتسوي خط، الخطوط، مجموعة خطوط بتسوي بلين، صفحة، صفحتين سكرهم مع بعض بيسووا سبيس، ثلاثة سكرهم بيسووا انكلوجر، وهلم جر حتى توصل للفوليوم والماس. هذه اسمها إليمنتس أوف ديزاين. برينسيبلز أوف ديزاين، أهم برينسيبل أوف ديزاين is what we call unity. يونيتي في الديزاين يونيتي، بعدين بيجي عندك فرايتي، بعد الفرايتي هارموني، هارموني ريبيتيشن، ريبيتيشن كونتراست. عندنا 12-13 برينسيبل اوف ديزاين لازم الواحد يحفظهم عن غيب، واعتقد رايحين نجي في سيشن خاص بس عن برينسيبلز اوف ديزاين. لما اطلع على الفاتيكان في روما وارسمه ان 8 اور 5 مينيتس دودلينج، هاي بنسميها رسمه سريعه، أو الكولوسيوم in 3 minutes بكون معي الووتر كولر اللي شفتوه وبرسم بسرعة. بعد مرات بتحاول كل جهدك، اللي بيشوف هون كأنه this is a human being، عين، منخار، تم، دقن، كيف بدك ترسم abstraction the human face as much as you can. هذا 2008 كمان طلعوا على التعامل مع الخطوط، طلعوا مع الذكريات اللي بتنكتب. الجميل كل هذه الآن في كتاب أيضا الموجود أعتقد في الفيجوال ثينكرز، وفي كتاب آخر كمان بعدي صدر اسمه درون ميموريز بانثيون. وقت نفسك لما ترسم، حط 5 دقائق رسمت وخلصت. طبعا احنا بنحاول انه نشارك معكم حتى ما نضلنا بطريقة الرسم، رايحين نرسم أيضا نستمر بالرسم، لكن هورايزن لاينز بعمان، كل هذا الكلام يأتي بالتوثيق ويساعد على مخزونك، على لغتك العربية. وبعض الأحيان شوف المنمنمة أو الرسمة
سانت بيترز كيف بتقدر تعملها برسمة سريعة بخطوط وانت ماشي. التحدي دائما بالرسم هو الممارسة، ودائما اللي بيمارس الشغلة بيحاول انه نزهق منها بسرعة. وعلى فكرة في تربيتنا بالعادة احنا ما تعودنا نكون صبورين، يعني بدنا نتعلم الموسيقى بدنا نصير موسيقيين ثلاثة ايام، بنحاول نرسم رسمة بنصير بدنا نصير مبدعين ورسامين في اسبوعين، بدنا نصير لاعبين ملاكمة بدنا نتمرن شهر بنصير بطل ملاكمة. لا، لا تستطيع الا بممارسة كبيرة. وهذا علم، علم وفن، تصميم المنشآت، الهندسة المعمارية، كل الهندسة الداخلية، الفيديو هي art and science of understanding التخصص اللي أنت بتشتغل فيه. الآن أعتقد صارنا حوالي 20 دقيقة أو 25 دقيقة، بدي أترككم أو بدي أسأل المهندس يزن يمكن نبلش نرسم هاي، شو رأيك؟ أو بنرجع بعدين لكم، بناخذ 5 دقائق بريك وبنرجع بث حي مرة أخرى. تحية لكم، تحية لوطني. أنا متفائل جدا بجهود العلماء، أساتذتنا، الدكاترة، مسؤولين، الله يعين من هم الآن يقوموا على حراستنا وعلى دعمنا في هذا الوطن صبيحة هذا اليوم، للجيش، للكادر الطبي، لكل العاملين، أمانة عمان الكبرى، البلديات أينما كنتم، المياه والكهرباء، لكم وافر الاحترام والتحية. اتحملونا، ترى مش كل يوم الواحد عنده حظر تجول، حظر التجول في الأزمات، حظر التجول عندما يسود شيء سيء الوطن. لكن أعتقد أنه كلما ضاق، كلما اشتدت الأزمة ستنفرج، وكلما احتكمت خيوطها ستنفرج، إن مع العسر يسرا. تحياتي لكم، نعاود بعد قليل.